أسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وحياكم الله في حلقة نجدد من خلالها اللقاء معكم وبكم في طبابة ألم. واليوم موضوع مهم جدا يهم صحتنا النفسية والمزاجية والعقلية، يعني اللي بيكون يعني إن شاء الله يعني نفسيته ومزاجه عال العال وعقليته إن شاء الله تمام التمام، حنتكلم عن أمر مهم جدا ألا وهو تأثير الفيتامينات والأملاح المعدنية على صحتكم النفسية والمزاجية والعقلية. كلام كبير يا عادل بصراحة، لكن الأكبر من كده أنه اللي حيتحدث في هذا الموضوع هي أخصائية العلاج النفسي الأستاذة نادية. شكرا، نرحب فيها وحياك الله أستاذة نادية. أهلا وسهلا فيك وفي المستمعين الكرام جميعا. الله يسلمك، سعداء بوجودك معنا، وإحنا حقيقة جدا مستمتعين دائما في حديثك وحلقاتك ومواضيعك اللي فعلا بتهم كل مستمع ومستمعة. ربي يسعدك دائما إن شاء الله، وشكرا على المقدمة الجميلة. الله يسلمك يا رب. وطبعا مستمعينا بالإمكان أنكم تشاركونا سواء عبر حسابنا على تويتر بأي سؤال أو استفسار، لأنه فعلا موضوع جدا مهم، على آت ألف ألف إف إم ALIF ALIF FM. وكذلك إذا كان حبيتوا ترسل رسائل نصية بالتأكيد ممكن إحنا نستقبلها ونقرأها لكم على STC 81040، موبايلي 66301، وزين 701313. طيب أستاذة نادية، طبعا الحديث عن الفيتامينات والأملاح المعدنية وكونها أنها تأثر بشكل كبير على الصحة النفسية والمزاجية والعقلية، يعني كيف هذا التأثير بيتم؟ إيش رأيك نقول مقدمة مختلفة شوية؟ يا ريت. إحنا دايما نتكلم عن الصحة النفسية وتكلمنا عنها أكثر من مرة مع بعض، وفي برنامج طبابة بالذات تكلمنا عن كيف الواحد بيتعرض لضغط نفسي من أسباب اجتماعية أو تربوية أو شخصية أو حتى مرض وراثي يكون عنده يخليه يفهم غلط. تكلمنا عن طريقة التفكير، تكلمنا عن السلوكيات اللي بتأدي للمرض، ودائما كنا نجيب جملة إنه العقل السليم في الجسم السليم. أيوه. صحيح؟ نعم صحيح. اليوم نوضحها أكثر. طيب. إيش يعني العقل السليم في الجسم السليم؟ الجسم السليم أكيد إنه صحة بدنية و هي من ناحية الصحة البدنية. أيوه هي من ناحية الصحة البدنية. أيوه. وأهم شيء في الصحة البدنية أنا إيش بأدخل لبدني؟ أيوه. أنا على إيش بأغذي بدني؟ نعم. زي ما احنا كلنا عارفين، ما هو جديد ابدا ده الكلام، انه الانسان من طريق تغذيته بيحافظ على بدنه او بيسوي المخزون حقه من الفيتامينز ومن الاملاح المعدنيه من كل شيء، حتى السوائل حتى كله هو بيدخلها عن طريق الفم. نعم. عن طريق اكله. نعم. طيب، من اهم الاشياء اللي انا حابه اتكلم عنها طبعا المعادن مره كثيره وقد تكون مو كلها مجال تخصصي، انا حتكلم عن اللي من جد يهمنا. خلينا نبدأ بالمعادن. في معادن مرة مهمة في جسمنا. أيوة. زي الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، النحاس، الحديد، الزنك، الكالسيوم، هذه كلها تأثر على الصحة النفسية، غير أنه أساسا يتأثر على الصحة الجسدية. نعم. لما أنا أقول أنه الصوديوم، نقص الصوديوم يخلي الإنسان على طول مصدع وهايج معصب، ممكن يكون وعيه أنقص، هذا برضو يأثر على صحة نفسية، يعني أعراض جسدية لكن تأثر على الصحة النفسية. وزي ما احنا عارفين وزي ما تكلمنا برضو قبل كده، إنه الآلام والأمراض تخلي المزاج سيء وتخلي النفسية سيئة. نعم. تقبل الآخر يكون أضعف، أتفاعل مع مواقف يكون ما هو بالأسلوب اللي أنا أتمنى لنفسي. أي. بسبب إيه؟ بسبب ضعف جسدي. طيب. نعم. البوتاسيوم يسبب خفقان، ويكون الشخص ده ما هو عارف وما يلجأ للتحاليل وعنده خفقان، أو يمكن عندك فوبيا تيجي معها أعراض تانية وهو يحاول يعالج الفوبيا، ممكن ما يلجأ لناس مختصين عشان يحللوا ويعرفوا، يبدأ هو ياخد مهدئات، يبدأ يمنع نفسه من أكل معين، وممكن يكون ده الأكل هو بيحتاجه. فضروري جدا أنه إحنا نوضح أنه التحاليل هي
أهم حاجة تبين لك أنت إيش عندك. ولما يكون الإنسان على قدر عالي من الوعي يقدر يحدد بالضبط إيش محتاج لما يروح يتكلم مع الطبيب. نعم. لأنه في ناس يروحوا للطبيب يوحوا لهم بفكرته اللي في رأسه. فالطبيب بيسمع له ويكون كلامه صحيح، زي مثلا الخفقان اللي أنا دوبي جبت سيرته. سرعة ضربات القلب مع ضيق في التنفس، مع طب متى جاتك هذه المشاعر؟ أنا جاتني لما صحيت من النوم، أنا جاتني لما زعلت، أنا جاتني لما اتضايقت. هي فعلا فعلا الحالة المزاجية ولا الحالة النفسية ولا الموقف يزيد لك أي عرض عندك. فبعد كده يقوم هو إيش يتوجه، توجه ما هو سليم. إذن الحالة النفسية بتأثر على الحالة البدنية. أكيد. نعم. الحالة النفسية تأثر على الحالة البدنية، بس وحتى الحالة بس البدنية ممكن إيه؟ كمان البدنية أن تأثر برضو بالتالي. ممتاز. أيوة. ممتاز، كلام مرة جميل. صحيح، العلاقة متبادلة بين الاثنين. نعم. فنقص المعادن يديني أعراض نفسية. من أهم المعادن اللي تديني أعراض نفسية المغنيسيوم. أيوة. المغنيسيوم في بلدان بيعالجوا بالاكتئاب، ما يعطوهم مضادات اكتئاب، يعطوهم. نعم. فوار كده أو محلول ما في شوية صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم كتير. لما يقول للناس روحوا شموا هوا البحر. أيوة. هم بيشموه عشان كده يحسن الحالة النفسية والمزاجية، لأن فيها مادة بتحسن. هو المغنيسيوم، المغنيسيوم نفسه يطاير شوية مع الرذاذ، فيستنشق الواحد ويبدأ يستفيد منه، بس يستفيد ترى بجرعة مرة بسيطة. عشان كده واحد يقول أنا خليني أروح البحر شوي. أيوة. أشم هوا في ولما تروح البحر تقعد فترة مرتاح وسعيد ومبسوط. نعم. يعني تأثيره يكون قوي. نعم. المغنيسيوم نقصه شو يسوي لي؟ يسوي لي أرق، يسوي لي قلق، يسوي لي اكتئاب، مرة يأثر على النوم، بالذات الناس اللي يعني يناموا شوية ويصحوا بعدها طاير نومهم. هذا بيأثر، هذا نقص المغنيسيوم. نقصه. نقص. نعم. المغنيسيوم يسوي كده. نعم. طيب، طب لما أنا طول الليل وأنا في دل قلق، في النهار كيف وضعي؟ أسوأ وضع، صح؟ صحيح. معصب ومتضايق وماني قادر انتقل لمرحلة جديدة. طبيعي واحد يكون عنده قلة نوم وجاي يعني يقولهم تعبان، لذلك الناس اللي بيقوموا في الصباح ما هو طايق يكلم أحد، معناه أنه يمكن ما ينام النوم الكافي أو كذا. ممكن يكون جداً. نومه صحيح ما هو صحي، ممكن صحي. يكون. نعم. ما استفاد من ساعات النوم. تكلمنا قبل كده عن النوم، فاكرين؟ السنة اللي فاتت تكلمنا عن النوم مرة كثير، فاليوم ما حنعيد الكلام. نعم. عنه. النحاس، النحاس يأثر على عضلة القلب. لما تكون عضلة القلب ضعيفة برضو تسوي لي أعراض كتمة، ألم في صدري، الناس زعلوني، حسيت بالأعراض أكثر. أي موقف يحصل للإنسان يخليه يركز ترى على جسده. أيوة. بيبدأ ينسحب من الواقع اللي هو فيه وبيركز على جسده، يقوم يحس بالأعراض أكثر. طيب. لا. الحديد، الحديد وما أدراك ما الحديد. أيوة. قديش عندنا ناس عندهم مشاكل في الحديد، قديش مرة كثير. نعم. طبعا ما هو مجال إني أنا أتكلم إيش أنواع نقص الحديد وأسبابه وكذا، مرة كثير، بس يعطيني أعراض نفسية مرة قوية. نعم. إذا قلنا عن الناحية الفسيولوجية، هو مسؤول عن نقل الأكسجين عشان تستفيد منه الخلايا حقت الجسم. أيوة. لما أنا الأكسجين ما يوصل كامل لدماغي وما يوصل كامل لأعضائي وما يوصل كامل لجسمي، إيش تتوقع يصير في الواحد؟ دايخ، تعبان، مرهق، مؤرق، غير أنه تظهر عليه كمان أعراض جسدية، يصفر، شكله تعبان، شكله مرهق، عنده جفاف في الجلد، عنده حساسية، عنده أشياء مرة كتير بتخليه كمان منزعج، غير أنه هو تعبان من جوا، كمان من برا شكله تعبان ومتضايق، وبيأثر كده على حالته النفسية. نعم. طيب الزنك، لما ينقص الزنك يعني من أبسط أعراضه، بس عشان أنها تأثر على الحالة النفسية، أنه يسوي سوء في النظام الغذائي. تخيل أنت قاعد تأكل أكل صحي وما تمتصه، ما استفدت. شكرا يا زنك. اي نعم. نقصت عندي، عدمتني. انا جالسه اكل اكل صحي، انا جالسه احاول استفيد، انا جالسه وانت ما ترضى. يعني نقصه بيخليني ما اعرف امتص بطريقه صحيحه. أي. الكالسيوم، الكالسيوم ممكن اول ما اقول هذه الكلمه يخطر في بال الناس الهشاشه ولين العظام والكساح وهذه الاشياء، لكن الكالسيوم برضو مسؤول عن نبضات القلب، مسؤول عن نشاط العضلات. نقص الكالسيوم أو زيادته يسوي تشنج في العضلات، فيصير الإنسان حتى لو كان عمره صغير كسلان، تعبان، مجرد ما يسوي أي مجهود بسيط يلاقي نفسه تعبان.
وأعتقد أنه مرة بديهي لما يكون جسمك تعبان كيف يكون مزاجك. أيوة صح. لما تكون العضلة ضعيفة حقيقي تخلي المزاج مرة تعبان وسيء والشخص نقدر نقول أقرب إلى العنف. العنف لفظي يجيله عشان هو جسمه خلاص مو قادر، فتلاقيه متضايق قاعد يستنى أحد يقرب منه عشان يطلع حرته فيه. فلو قلنا المعادن كلها نجمعهم كلهم في أعراض، اجتمعت كلها على أنها تسبب أرق، تسبب اكتئاب، تسبب عصبية، اضطرابات في المزاج، اضطرابات في الذاكرة. لما احنا قلنا الدم ما بيوصل للدماغ كده حيسوي اضطرابات في الذاكرة. في ناس يوصلوا لدرجة إغماء، ضيق في الصدر، وضعف المناعة والتعب الشديد. تمام، كلام جدا مهم، وحناخد تفصيلات أكثر وأكثر إن شاء الله حول الأملاح المعدنية وكيف أنها بتأثر على صحتنا النفسية والمزاجية والعقلية. ابقوا معنا. طبابة ألف مع عادل ضربة، العيادة المسموعة. وبعد ما تكلمنا مستمعينا الكرام عن الأملاح المعدنية ودورها بشكل كبير على صحتنا النفسية والمزاجية والعقلية، بتأكيد راح نتكلم عن الفيتامينات وتأثيرها. أستاذة نادية شكري أخصائية علاج نفسي، وما زال الحديث معها ونتكلم عن الفيتامينات. أستاذة نادية، طيب كلامنا عن الفيتامينز يعني كلام مطول مرة. أنا هحاول قدر الإمكان أتكلم عن الأهم في نظري، وأكيد أنه كل الفيتامينز مهمة، وأكيد أنه الجسم يكون محتاج كل شيء، كل فيتامين ربنا خلقه ويمتصه هو محتاجه، بس أنا هختصر كلامي على 5 فيتامينز تعتبر هي الأساس والأهم في نظري. في نظري، ممكن يكون في نظر غيري لا. فيتامين A اللي هو مسؤول عن البصر. طيب، ومسؤول عن أشياء مرة كثيرة بس أنا ركزت على البصر. نعم. فيتامين بي اللي هو مسؤول عن الأعصاب، هو مسؤول عن مليون شيء بس أنا ركزت على الأعصاب عشان أيوه. تخص الحالة النفسية سواء البصر ولا الأعصاب. نعم. والبي له كذا تفصيلة، في حتى لو تشوف في المنتجات الفيتامينز تلاقي كومبلكس بي صح؟ اجتماع فيتامينز بي. نعم. طيب، وفي المفصلة B6 وB1 وB12 أوكي؟ مسؤول يعني أنا هتكلم عنه من ناحية الأعصاب. وعندنا فيتامين سي اللي هو مسؤول عن الكولاجين اللي تحت البشرة، ومسؤول عن الصحة العامة، ومسؤول عن مقاومة الأمراض، مسؤول عن الإرهاق، يعطينا طاقة. وحتكلم عن فيتامين دي اللي هو نقصه سبب رئيسي للاكتئاب. مرض اكتئاب، متخيل؟ مضاد اكتئاب عشان ناقصني فيتامين دي؟ يعني مؤثر بشكل كبير على الناحية النفسية جدا جدا. غير نعم. انه كمان يسبب زيادة وزن وتراكم دهون، يسبب اكتئاب اكثر من الاكتئاب نفسه. نقصه زيادة وزن. عجيب. ايوه، شوف الارتباط هذا اللي بيكون فيه. لانه يمنع الجسم من الحرق، ناقص خاص يمنع الجسم من الحرق، هو محتاج الدهون. نعم، لانه احنا ترى نمتصه من الدهون. الفيتامين هذا فيتامين دي. اوكي. نعم. نمتصه كمان من الالبان كامله الدسم، نمتصه من كذا شيء، يعني مو من شيء واحد بس، مجرد ما ينقص يمنع الجسم من الايض، ممنوع تحرق، انا محتاج هذه الدهون. ايوه، فلك ان تتخيل الاكتئاب اللي يسببه. طيب، واخر حاجه فيتامين اي اللي هو مسؤول عن الشباب. شباب البشرة، شباب الصحة، شباب. نعم. أوكي؟ يعني بيتكلم عن حتى من ناحية شباب النفسية، شباب المزاج، شباب الروح. شباب أيوه. الروح. أيوه صحيح. يعني مهم، يعني بيهتم في هذا الأمر يعني، وبيعزز هذا الشيء. صحيح. أيوه. فيتامين A إحنا نمتصه من أول يوم نجي فيه على الدنيا. أيوه. أوكي؟ وبعدين نبدأ نخزنه. إذا كان عندنا مشكلة في امتصاصه من فترة صغيرة، فحتبدأ تظهر علينا أعراض غير محببة وغير مرغوبة طبعا. وأولها أنه العين تبدأ تتضرر، ضرر العين منه العمى الليلي، جفاف القرنية، جفاف العين، ضعف البصر، وأحيانا فقدان البصر. الله يحفظنا ويحفظ لنا سمعنا وبصرنا. آمين. حتى يجعلهم الوارثة منا إن شاء الله يا رب. طيب، كمان يسوي التهابات في العين،
يعني كيف؟ ده الكلام اللي أنا بقوله. أيوة. هل في أحد عينه اتضررت قام راح يفكر يحلل فيتامين A؟ نادر صح؟ أي صحيح فعلا نادر أنه بيخلي أنه السبب نقص فيتامين. ممكن قلة وعي؟ المفروض أنه كلنا نعرف فعلاً. فعلا صحيح؟ صحيح لأنه من إحنا أطفال يقولوا لنا اشرب عصير الجزر عشان يقوى البصر والكلام ده وبنحفظه، وعصير الجزر أو أي حاجة فيها المادة الصفرة زي البابايا أو أيوة فعلا هي لها علاقة أي لها علاقة بفيتامين A. أوكي طيب هننتقل للفيتامين B اللي هو مسؤول عن الأعصاب. أيوة. ومسؤول عن الذاكرة ومسؤول عن الإرهاق وكمان الحالة المزاجية. حتى في أمراض نفسية، وتكلمت قبل كده عن البايبولر لو فاكرين في حلقة عن اضطراب ثنائي القطب اللي هو اضطراب مزاج، واضطراب مزاج قوي يؤثر على التفكير وعلى الشخصية. أنت متخيل أنه من ضمن العلاجات فيتامين بي؟ أيوة. من ضمن العلاجات فيتامين بي، سواء كان إبر على حسب قديش هو ناقص أو فيتامينز تنبلع وتوصيات من أخصائيين تغذية وكذا. فنقص هذا الفيتامين يأثر على شخصية الإنسان بشكل كبير، وبالتالي يؤثر على طريقة تفكيره، يؤثر على سعادته، يؤثر على نشاطه، يؤثر على إعطائه، يأثر عليك إنسان موجود في الأرض. ليش أنا موجود؟ يبدأ يتغير. أنا موجود عشان إيش؟ عشان إصلاح الأرض، ولا عشان يكون لي دور في الحياة ولا كده، ولا عشان أبدأ أسوي مشاكل وأبدأ أسوي نكد وأبدأ أزعل كل الناس اللي حواليني؟ فاهتمامنا بصحتنا وبتغذيتنا يخلينا إن شاء الله نقوم بدورنا بشكل صحيح. فيتامين سي، فيتامين سي مرة يعزز المناعة. طبعا لما أنا تكون مناعتي ضعيفة وأتعب من كل شيء، من جد هذه عطلة في حياتي، لسا أضيع حياتي في أمراض. يأثر كمان على الكولاجين. نقص الكولاجين برضو يسوي شحوب في البشرة، يعطي الواحد عمر أكبر من عمره. في حاجة خطرت في بالي أقولها قبل ما أنساها، إنه أحياناً إحنا عندنا سلوكيات تدمر الفيتامينز عندنا. يعني أساساً جسمنا مخلوق على إنه يخزن دي الفيتامينز. أيوة. لكن في عندنا تصرفات وسلوكيات وأشياء نخلي ده المخزون حقنا يستهلك مرة بسرعة. زي إيش؟ التدخين، السهر، الأكل الغير صحي وغير مفيد اللي حرقه يحتاج يحرق كل الفيتامينز اللي عندي. أيوة. أشياء مرة كثيرة، الكحوليات، يعني العادات السيئة الغير مرغوبة كلها تأثر على مخزون الفيتامينز والأملاح المعدنية اللي عندي. طيب ونرجع دحين، خلصنا فيتامين A و B و C، هنروح لفيتامين D اللي قلنا يمتص من منتجات الألبان ومن الدهون، ويأثر بشكل كبير على الاكتئاب، ويأثر بشكل كبير على العظام وآلام العظام، كمان يسبب آلام نقصه. وللأسف لما ينقص فيتامين دي بين الفيتامينز كلها مو سهل إنه يتعوض، مو سهل، ويحتاج مراقبة طبية علشان نطور نفسنا، نزيد نسبة الفيتامين دي، ولازم تحاليل مستمرة. وخلصت الكورس حق العلاج ترجع تحل تلاقي نقص تاني، ترجع عشان كده ياريت التأسيس يكون كويس. ياريت كل أحد سامعني يهتم بتأسيس أطفاله، يهتم كيف أنا أخلي المخزون حقه كويس من الفيتامينز كلها. ضروري إحنا نتكلم على موضوع التأسيس، هذا مهم جدا. واللي كمان اللي يبغى يلحق على موضوع الأشياء اللي فقدها، أو كيف يبدأ يقدر إنه إيش الأشياء اللي نقصته ويحتاج إنه يعوضها، يعوضها بإذن الله. إيه إن شاء الله ضروري نتكلم عنها. طبعا إحنا مو بس نطلع الجانب السيء، نطلع أكيد إيش أكيد. نطلع على الحل. طيب قلنا إنه فيتامين دي له تأثير على النفسية، وله تأثير على العظام، وله تأثير على المزاج، له تأثير على على كل شيء لو قلناها كده باختصار. طيب فيتامين إي اللي هو مسؤول عن الشباب، أكيد إنه الشباب حاجة مرة غالية نبغى نحافظ عليها. أبغى أوصل لعمر 40 و50 وأنا لسه شباب بكامل طاقتي بكامل صحتي بكامل. طيب هنتكلم عنها في الفقرة. هذه مهمة جدا فعلا، جدا، لأنه ممكن تلاقي دحين ناس في عمر 20 أو أقل بدأت تظهر عليهم علامات الشيخوخة. كلمة كبيرة، كلام جدا كبير. كم واحد؟ العلامات جسدية أم نفسية؟ الاثنين. ما بتلاقي أطفال شيوخ داخله شيخ الطفل ده؟ لا مو شيخ، يعني شيخ عجوز يعني. نعم عجوز، حتى بيقول هذا عجوز. أيوة طريقة تفكيره. ما بلاقي أحد عمره 20 نص شعره أبيض،
إلا فيه، وهذه صارت بكثرة هذه الأيام. واحد عمره 20 أو فوق 20 بشوية ألاقيه بيشتكي من عظامه ومن رجوله وما قادر يمشي. نعم ما هو متحمل إنه مثلا يمشي مثلا مسافات. أعرض شيخوخة دي ولا لا؟ الشيخوخة المبكرة مرض فعلا. طيب فيتامين فيتامين إي إي نعم كي. طيب مهم جدا فعلا أنا أخذ الفيتامين هذا ونعرف أبعاده وكيف ممكن إحنا وبقية الفيتامينات ذات أهمية بالتأكيد كذلك إن شاء الله كلها. إن شاء الله إحنا أذكر المستمعين الكرام بإمكانهم توجيه أي سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع، وخاصة الموضوع جدا مؤثر لأنه بيتكلم عن تأثير الفيتامينات والأملاح المعدنية على الصحة النفسية والمزاجية والعقلية مع الأستاذة نادية شكري أخصائية علاج نفسي على الأرقام التالية لمشتركي STC 8-0-8-1-0-4-0 موبايلي 66-3-0-1 زين 70-1-3-1-3. بالإمكان أيضا مستمعين الكرام المشاركة هاتفيا على الأرقام التالية باتصالكم على 011-217-8585 أو على 012-616-1100 وكذلك عبر حسابنا في تويتر على ألف ألف FM ALIF ALIF FM وكذلك الاستماع عبر الرابط الإلكتروني في حال حبيتوا تسمعوا من خلال الإنترنت أو عبر تطبيق إذاعة ألف ألف FM. حنطلع فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا على السماء. طبابة ألف مع عادل ضربة العيادة المسموعة. حياكم الله مستمعينا الكرام وما زلنا معكم في هذه الحلقة المتخصصة عن تأثير الأملاح المعدنية والفيتامينات على الصحة النفسية والمزاجية والعقلية، وكانت طبعا رحلتنا مع مجموعة من الأملاح المعدنية يعني لخصتها في 7 يعني أملاح أو معادن: الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، النحاس، الحديد، الزنك، الكالسيوم، وإضافة إلى الفيتامينات اللي كانت عبر A و B و C و D و E تكلمت عنها الأستاذة نادية شكري أخصائية علاج نفسي. الآن مهم جدا ندخل على طول كيف فعلا نفعل هذه الأملاح المعدنية ونوصل لها كذلك الفيتامينات في حياتنا. يتهيألي دي أحلى وأحسن فقرة ندخل أيوة بها. أيوة نعم على طول خش في أول مفيد. أول شيء أني أنا أهتم من البداية بجسمي وأخزن فيه أشياء صح، وأبعد عن مدمرات الصحة ومدمرات الصحة عموما. طيب الفيتامينز والأملاح وكذا أيوة. هذه أهم حاجة. تاني حاجة، طب أنا تعرضت لنقص أو أنا يعني ما كنت أعرف، يعني إحنا ننتبه من الأشياء المضادة لها، المدمرة حقيقي، المدمرة لهذه الفيتامينات. أيه. وكمان التخزين يكون عندي صحيح. يعني مثلا بنسمع أطفال أو نقول كبار أنا ما أحب الخضار. أيوة. لا الخضار ترى تحبك. أيوة. الخضار هي فايدة. هي الفايدة. أنا لما لازم تعمل علاقة ألفة بينك وبين الفواكه والخضرات. نعم لأن هي أبحث عن الشيء اللي يفيدك. طيب فرضا أنا إنسان خلاص وصلت لعمر معين، متوسط عمري 30 سنة مثلا، وأنا طول حياتي ما كنت أهتم، بس الآن أنا تثقفت وتعلمت وتوعيت، أقول راحت علي؟ لا والله ما راحت علي. في حلول. خلاص أنا أبدأ أدور على الأشياء اللي تفيدني، سواء كنت أنا بأكل أكل صحي أو أنا كمان ممكن أخذ أشياء تساعدني من برا. ممكن أخذ فيتامينات، ممكن أنا أخذ مكملات غذائية، ممكن أخذ الشيء اللي يفيدني عشان أعوض النقص اللي أنا ما بنيته صح. نعم. أول نعم. طيب وأستمر في محافظتي على صحتي، أبدأ أدخل العادات الصحية عليا، أبدأ أبعد عني الأشياء اللي بتدمر صحتي وبتأذيني، وبكده إن شاء الله بإذن الله أني أنا أقدر أعوض. نعم ممكن تعطينا أشياء مهمة يعني أو أساسية مدمرات الأملاح المعدنية والفيتامينات حتى يعني نبتعد عنها؟ والله هي مرة كثير كثيرة. طيب لكن لو أبرزها لو قلنا أبرزها التدخين، لو قلنا أبرزها السهر، لو قلنا المشروبات الغازية، لو قلنا وهذه يعني أنا أقول اللي هو مرض العصر السهر، خاصة يمكن مع انتشار الأجهزة وسائل
التواصل الاجتماعي أو الأشياء السهر فرحة أو... ماني فاهمة إيش قصته إنه أنا واصلت شيء جميل. أي نعم نعم أنا مواصل، كلمة أنا مواصل معناها إنك أنت رحت فيها. وإيش استفدت هي وإيش استفدت؟ أيوه. أنت أذيت عقلك وأذيت بدنك. نعم. وكل شيء أذيته أصلاً. وتاني يوم أنت ما أنت بوعيك كامل ولا بصحتك كاملة يعني. خاصة إنه في أشياء في جسم الإنسان بتعمل عملها أثناء النوم وخاصة في فترة معينة مو في أي وقت كمان. بالضبط. أي نعم. بالضبط. متى يفرز هرمون النمو؟ هرمون النمو إيش وظيفته؟ أيوة. هرمون النمو وظيفته يعني يساعد الجسم على البناء، بناء الخلايا. أن إحنا قبل شوية تكلمنا عن إنه إحنا شايفين شيوخ ومراهقين عندهم أعراض شيخوخة. اللي هم الأطفال اللي أو تقولي صغار السن عندهم أعراض شيخوخة. بالضبط. صغار سن أيوة هم. لأنه ما نمت الأشياء اللي. لما هو بيسهر كل يوم متى يفرز هرمون النمو؟ متى يطلع؟ هو بيسهر كل يوم هو. ما بيتغذى كويس وهو أهم حاجة نقول النوم صراحة. نعم. أهم حاجة النوم، مش النوم العادي إنه ينام العصر ولا ينام الظهر. أيوة. لا وقت النوم فعلا. وقت النوم هو المهم، النوم في الوقت السليم. صحيح. النوم السليم في الوقت السليم. اللي ما يحب النوم كثير، اللي يحب ينام بس ساعات قليلة 6 ساعات أو كده. دحين في دراسات مرة حلوة وجديدة تقول لك أنت لو نمت الساعة 9 بعد صلاة العشاء مباشرة تقدر تصحى نص الليل وخليك مواصل. انت كده شحن طاقتك من اول وجديد وفل. أيوة. ما ينخاف عليك. صحيح. بس نام في الوقت الصح. انما تنام لي 3 ساعات في العصر معلش ما انحسبت اصلا. ما انحسبت ولا استفدت منها اي شيء. صح صحيح فعلا. يتهيالي كل احد سهر يعرف ده الشيء. انا اصحى ثاني يوم دايخ وكلنا بنحس هذا الشيء يعني. بالضبط. نعم. طيب في معلومة انا حابة اقولها، انه اختلفت المراكز الطبية في تحديد العوامل التي تستدعي على الإنسان أنه يستخدم الفيتامينز والمكملات الغذائية. إذا في إنسان ما عنده ولا واحد من هذه العوامل ناقص فهو ما شاء الله سليم وما هو محتاج يضيف يعني شيء. يعني ممكن يعمل تحليل الأملاح المعدنية عنده والفيتامينات؟ طبعا ممكن تتسوى التحاليل. أيوة. كلها تتسوى عشان يعرف هو فين بالضبط يعني النسبة اللي عنده، عشان هل أنا عندي نقص عشان أعوض ولا والله ماشي في السليم. مش بالتحاليل لا، في كذا نقطة، 5 نقاط أنا حقول هم اختلفوا. أيوة. ناس يطلعوا لك 6 وناس يطلعوا لك 10 بس اختفقوا كلهم على 5. طيب الخمسة الأساسية، إنه يكون الشخص ده يأكل 80% من أكله خضار وفواكه أورجانيك. نعم. طيب ما هي معدلة وراثيا وما هي أورجانيك طبيعية. نعم. طيب بتاكل 80% خضار وفواكه؟ والله ما ظنيت بصراحة، خلينا منخليها يعني ضمن الوجبة. طيب مو هي أساسية كمان. طيب الهواء النقي، إنه يكون الإنسان بيستنشق هواء نقي 100%. طبعا هذا مرة صعب إنه نحصل عليه الهواء النقي. فين نلاقي؟ المدن يعني كبيرة. أيوه فين نلاقي؟ نلاقيه في الغابات ومو في المناطق اللي فيها تلوث. طيب خلاص يعني نقدر نطلع من النت احنا منطقتنا نظيفة ولا لا وفيها تلوث ولا لا، حتى لو حطيت فلتر. او اللي يطلعوا بر مثلا، او يطلعوا مثلا اللي يطلعوا بر. صحيح. بس برضو طالعين مع السيارات ومع الدبابات ودخاخين اكيد يبتعد عن الاشياء هذه. ايوه يروح يعيش له هناك شوية شوية كده. طيب وكمان هذا الانسان يكون خالي من العوامل الوراثية. ايش العوامل الوراثية اللي خالي منها؟ الامراض، سواء كانت سكر، سواء كانت ضغط، سواء كانت كوليسترول، قلب، أي حاجة، حتى حساسية، ربو، صلع، يعتبر من العوامل الوراثية. يكون هذا الشخص يمارس الرياضة أسبوعياً 8 ساعات على الأقل. طيب وآخر حاجة، إنه هذا الإنسان لا يتعرض لضغوط نفسية. أنت بتكلمي عن كأني بقول كلنا محتاجين مكملات وفيتامينز. 8 ساعات أنا بلعب رياضة و 80% خضار وفواكه وهواء نقي وما عندي بندا في الجنة يعني. مرة عجب ترى تقدر تجيب الجنة للدنيا لو اهتمت. أوكي 8 ساعات أنا بلعب رياضة يعني دوام كل كامل يوم ساعة. أيوة. كل يوم ساعة، ساعة وربع. أيوة سكي تتوزع ترى. تتوزع. طيب أيوة تمام. لا مو 8 ساعات في اليوم، أنا حسب يومياً أسبوعياً. أي نعم كذا 8 ساعات أسبوعياً. نعم. حتى في الجنة ما حتلعب 8 ساعات
يا دوبك قاعد تاكل فواكه وخضار. هنا طبعا سؤال يعني بيرد وخاصة جانا من السراب يقول هو عبرونا. طيب حنعبرك ونقول لك يعني. بيقول ممكن تشرح لنا الأستاذة نادية أنواع الأكل المفروض اللي ناكله كل يوم، خاصة إن إحنا نتكلم عن خضار. طيب هو كل شيء خضار دوب شرحته صح؟ اي نعم انت قلتي ايه. نعم خضار فعلا خضار لكن صحيح. هل في أشياء تانية يعني إحنا ما حنكون خضار برضو يعني كل حياتنا؟ أنا حقول لك حاجة مرة مهمة ومن جد سؤال ونبهني ليه، شكرا على سؤالك الذكي جدا. جميل. طريقة طبخ الخضار ترى لازم تكون بطريقة صحية. طيب طريقة طبخنا ده ايدامات ونحط بروتين في الخضار وكشنة ودي الأشياء ما حتخلي الخضار صحية وما حتخليها مفيدة بالطريقة اللي احنا نحتاجها. لأنه نلاقي الأملاح المعدنية مش بس في الخضار والفواكه، ولا ممكن نلاقيها في البقوليات في الألبان، في أحيانا في الموية اللي نشربها، مو بنشرب موية معدنية. فبنلاقيها، بس لازم ناخدها بطريقة صحيحة. إذا كان صعب علي أسوي ده كله، أنا في زمن الحمد لله وفروا علي المجهود ووفروا علي التعب، وفي شيء اسمه مكملات غذائية. المكملات الغذائية هي تشبه الأكل، إيش ما زاد عندي خرج في بتعمل عمل الأكل، بتعمل عمل تمام. الأكل ويمتصها الجسم كأنك أنت أكلتها، لأنه أنت فعلا أكلتها، يعني تعويضية تكميلية لها. نعم. طيب وطبعا الإنسان حر من فين يأخذها. في ناس تأخذها مثلا من شركات أدوية، في ناس تأخذها من مكملات غذائية، في ناس تأخذها من أماكن تسوي أشياء طبيعية. المهم انك انت فعلا. هذا السؤال كان ذكره برضو اخونا وسيم الزهراني من مكه، بيقول هل الحبوب الموجوده بالصيدليه زي فيتامين ب او بي مفيده مثل الاكل، لانه عندي مشكله بالاعصاب. طيب ما شاء الله تبارك الله، اليوم اللي بيسمعونا كلهم اذكياء واسئلتهم مره حلوه. جميل. الفيتامين بي اللي بياخده من الصيدليه وعشان هو عنده مشكله اعصاب، إن شاء الله أنه هو مفيد له، وأعتقد أنه عنده مشكلة بيعطوله إبر ما بيعطوله حبوب. أيوة. لأنه الجسم بيمتص ساعة ما بيبلع الحبة الشيء اللي هو محتاجه وقتها وبيطرد الباقي. فأعتقد اللي عنده مرض أو عنده مشكلة بياخدها إبر، سواء يعني الدكتور هو واصف له. في ناس بياخدوها مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، مرة كل يومين. نعم. على حسب المرض وعلى حسب المشكلة. لكن لو كان إنسان بيحافظ على صحته بس وما يمنع، أنا زي ما بقول لك إنه في منتجات طبيعية تخلي الواحد يمتص فيتامين بي بشكل طبيعي كأنه هو أكله. نعم. فلما هو أكله ما في شيء زايد، لأنه أنا دائما ينعرض علي سؤال، طيب زيادة الفيتامينز في إيش تضر؟ كيف تزيد الفيتامينز؟ احتباس فيتامين يصير عندي؟ لا. يعني ما في حاجة اسمها يعني فائض أو إنه زيادة في الفيتامين. إذا كان طريقي كيميائي يزيد. طيب وأنا قلت كمان في نص الحلقة، لكن عبر الغذاء ما حيزيد. ما حيزيد. عمرك سمعت واحد زاد عنده فيتامين دي بالأكل؟ أنا عمري ما سمعت هذه. يعني بعضهم يقول لك انتبه أنك أنت مثلا تزود مثلا من أكل المثال الكالسيوم أو الأجبان والألبان وكذا، أو بعض الخضار مثلا زي الجزر، بيصير مثلا ممكن أنك أنت حتى تصفر، يعني بشرتك تصفر. أيه بس هذه ما بتأذي صحتك، بس اللون أنت أخذته من المادة اللي في الجزر. أيوة. لكن لون، لا مو هو أذي، مو إنه زيادة في أيوة. زيادة في زيادة في الكالسيوم تسوي تكلس كده في أيوة. العظام وكده، لكن المشكلة حقت زيادة الكالسيوم لأنه ما في توازن في الغذاء. لو أنت أخذت مكمل ما حيحطوا لك كالسيوم لوحده تشرب كالسيوم. نعم. بيحطوا لك معاه المعادن اللي تمتص هذا الكالسيوم وتدخله جوة العظام. جميل. هو إذا ما امتص يقعد زايد. ممتاز، حديث شيق، وما زلنا حنتحدث هذا الموضوع أكثر وأكثر مستمعين، وبإمكانكم الاتصال هاتفيا للمشاركة معنا حول هذا الموضوع عن تأثير الفيتامينات والأملاح المعدنية على صحتنا النفسية والمزاجية والعقلية على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. خلوكم معنا. طبابة ألف مع عادل ضربة، العيادة المسموح. أذكركم مرة أخرى مستمعينا الكرام بأرقام الاتصال الهاتفي على البرنامج على 011-217-8585 أو على الرقم 012-616-1100. وحديثنا مازال عن تأثير الفيتامينات والأملاح المعدنية على الصحة النفسية والمزاجية
والعقلية مع الأستاذة نادية شكري أخصائية علاج نفسي. ناخذ اتصال معنا زينب. مرحبا زينب. ألو. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ زينب. يا هلا. السلام عليكم يا دكتورة. يا هلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس حابة أسألك لأني ما عندي مشكلة مرة كبيرة مع الخضار. مع الخضار. أي. طيب. وطبعاً عمري 18 أول حاجة. العمر كله يا رب. آمين يا. وأصحى وأنا كسلانة مرة ما أقدر أسوي ولا شيء. وتجيني ألم كذا في العظام ويعني صداع. عندي طبعا. زينب راح صوتها. ألو. ألو. أيوة زينب. أوكي. أقول لك معايا صداع طبعا دايم كل يوم. سلامتك يا زينب. واللي عاجبني انك انت بدأتي بني انا عندي مشكلة مع الخضار والفاكهة، يعني عارفة السبب. ايوه. يحتاج اقول شيء؟ طيب في سؤال ثاني زينب؟ لا لا. طيب ان شاء الله حجاوبك على الاستاذ. زينب عمرك 18 سنة. حناخذ اوكي حاضر اتصال. نعم اوكي تفضل. وبعدين نجيب على كل الاسئلة. معنا اتصال. الو. مرحبا. طيب في كذلك سؤال اخو هنا بشاير حسن بتقول سمعت ان الجسم يعتمد تثبيط فيتامين د عند وجود التهاب ليحمي نفسه، هل هذا صحيح؟ ما فهمت السؤال. ما ادري انا هذا صاغته كذا بشاير. الجسم بيعتمد تثبيط فيتامين د او دي عند وجود التهاب ليحمي نفسه. الالتهاب اللي يحاربه فيتامين بي مش دي. فيتامين بي هو اللي يحارب الالتهابات. عشان كده ينقص وعشان كده يأثر على الأعصاب. نعم. طيب معنا اتصال. عبد الله. مرحبا. طيب نجاوب على سؤال زينب. ايوه مؤسف جدا يا زينب اللي قلتي لي هو عمرك 18 سنة تعاني من صداع، تعاني من كسل، انت في عمر الزهور. حبي نفسك شوية عشان تحبي إيش اللي يفيدك. الخضار والفواكه هي أحسن حاجة تفيدك، لسبب إنه هي تقلل من حموضة الدم. حموضة الدم هي سبب المشاكل كلها. الحموضة تجينا من الأكل المو صحي، تجينا يعني البروتين مفيد ومهم، لكن زيادته وبدون ما نخلطه مع خضار ومع فواكه بيصير عالية، تصير مناعتنا ضعيفة، يصير جسمنا كسلان، يصير تعبانين. فحقيقي تستاهلي حياة أفضل من كده. نعم. إذا فعلا ما أنت قادرة ففي بدائل. في بدائل زي ما أنا قلت قبل شوية أنه في مكملات غذائية أنا أقدر أخذها كأني أخذت فواكه، كأني أخذت فواكه كاملة أو كأني أخذت خضار، بس أنا أبحث عن اللي يفيدني. طيب تمام. معنا عهد. مرحبا عهد. ألو. ألو. يا هلا تفضلي. بدي أسأل الدكتورة. دي معك الدكتورة تفضلي. أنا بأكل لفقر الدم، عارفة كيف؟ يعني ممكن فقر الدم ونفس الوقت ما في شهية. مو هو من أعراض فقر الدم إنه ما يكون عندك شهية أو غثيان؟ طيب. أيوه. طيب كيف أنا أخلي الشهية مفتوحة؟ كيف تخلي الشهية مفتوحة؟ طيب أول حاجة تعرف أنت أسباب فقر الدم ولا لا؟ ممكن من قلة الأكل زي كذا. بس ممكن الشهية مش مفتوحة، ممكن بس تأكل وجبة في اليوم، بس وجبة واحدة ما في شي غيرها، ممكن بس ماي، ممكن بس سوايد، ممكن حتى السوايد تكون قليلة. إذا زعت زي كذا اشرب ماي بس، بعض أكلات مو صحية زي كذا، وهي الشكل الأكل الصحي مش رغبتها يعني. نعم. كم عمرها؟ 20. طيب أنا أخذ إجابتها؟ أعتقد إيه، وأعتقد إنه هذه بعد نجاوب عليها لأنه يبغى لها برنامج. أيه. كامل. طيب أوكي. ممكن إشارة لها فيما بعد. أحمد معنا. مرحبا. ألو. يا هلا أحمد تفضل. سيد عادل كيف الحال؟ الله يحييك. يا هلا فيك. الله يسلمك. ممكن أشارك؟ أي تفضل. دكتورة كيف الحال؟ يا هلا وسهلا، كيف حالك أنت؟ الله يحييك. بخير الحمد لله. مشكور دكتور على المعلومات صراحة، يعني قيمة جدا. بخصوص المكملات أنا بحافظ على استخدام يعني بأكلها بشكل يومي،
يعني في الصباح. فبالنسبة للفيتامين سي كم المقدار اليومي بالضبط؟ يعني هل هو 1000 ميلي جرام ولا 500؟ لأنه شايف كذا دكتور يقول لا استعمل 500 عشان لا تحصل الحصوات في الكلى، في دكتور يقول لا استعمل 1000، ما أدري إيش الجرعة المناسبة. طيب سؤالك مرة جميل والحمد لله أنك أنت سألته عشان الكل يتنبه. ترى مو أنا اللي أحدد الجرعة لكل شخص، طبيب الإنسان هو اللي يحدد له. يعني في ناس بيحرقوا فيتامين سي اللي يدخنوا يحتاجوا 1000، لكن اللي عندهم أكل صحي وبيشرب عصيرات وبيأكل مصادر الفيتامين سي يحتاج لجرعة أقل. كل إنسان وحسب احتياجه، اللي عنده مشكلة في المناعة اللي عنده كده يحتاج لجرعة أكبر، بس مو أنا اللي أحدد، طبيبك هو اللي يحدد أحسن مني. مزبوط. ممكن سؤال آخر بالنسبة لقلوية الدم؟ أنا بحافظ على أكل الخضار والذات الورقية هي اللي تحتوي على الكلوروفيل. ممتاز. إن هي بإذن الله بتحافظ على قلوية الدم. صحيح. فما أدري في نسبة معينة في قلوية الدم أعرفها ممكن؟ كم النسبة هي؟ لا ما أعرف أنا النسبة، وأعتقد إنه لما يجي المادة الخضور دي اللي أنت قلتها الكلوروفيل يخفف من حموضة الدم ويزيد لك الأكسجين في الدم ويزيد لك الحديد في الدم يزيد لك الهيموجلوبين، فأنا ما أعرف النسبة حقيقة. هذا طيب. كان طيب. هذا السؤال كان يبغى له أخصائيين تغذية. الله يسلمك. شكرا لك يا أخوي أحمد. اتصال آخر. مرحبا. السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد الله من جدة. هلا بك عبد الله، تفضل. كيف حالك؟ يا هلا. كنت أبغى أسأل الدكتورة، طبعا كنت أبغى أسأل الدكتورة، طبعا كون الموز فيها عدة فيتامينات ومفيدة جدا للجسم، فبس عندي حرقان من الموز، لما ناكل الموز يجيني حرقان، إيش السبب؟ حقيقي الموز معالج للحموضة وفي الأملاح المعدنية اللي أنت تحتاجها، لكن أفضل أنك أنت تشوف طبيب باطنية. إيش كيف؟ أيوة طبيب باطني. يكون السبب يعني في السابق أنا كنت باكل الموز ما كان بيجيني هذا الحرقان. نعم. مو أنت لما تشوف طبيب الباطنية حيعرف إيش السبب، إيش عندك مشكلة. هو مو طبيعي أبداً إنه الموز يسوي حموضة. أنا أعرف علاج للحموضة. أيوة. أيوة. قد ما يكون هذا. سوي قدامك العافية عبد الله. نأخذ اتصال آخر. مرحبا. ألو. ألو. يا هلا تفضل. السلام عليكم. سلامي معنا. معكم الأمل. تفضل يا أم أمل. إيه تفضل. كيف أسأل دكتورة؟ أي معاكي. مساء الخير دكتورة. يا هلا وسهلا. مساء النور. يعطيك العافية إن شاء الله. ما أدري أنا عندي بعض النقاط بسألك يا دكتورة عن نسبة فيتامين د التي يحتاجها الجسم، يعني كم النسبة؟ السؤال الثاني، إذا لم أتعرض للشمس مثلا هل هناك بدائل يعني تعطينا يعني فيتامين د الذي يحتاجها الجسم؟ عزيزتي بالنسبة للجرعة أو يختلف على حسب السن وعلى حسب الجنس وعلى حسب، فالدكتور هو اللي حيحدد لك قديش أنت تكون محتاجة. وتعرضك للشمس مو يعني أنك أنت لازم تدخلي تحت الشمس تتشمسي، أيوة لا، بس أنه الشمس بتدخل على البيت وبتشوفي نورها هذا بيمتص جسمك منها فيتامين دي، وأي جزء مكشوف لو بس الكف لو كده برضو الجسم بيمتص. أعتقد أنه ما في بديل للضوء. طيب حتى يعني وقت الظهر مثلا طلعت للشمس مفيدة ولا يعني لها وقت مخصص الشمس؟ طبعا انه في اوقات افود من اوقات، لكن عشان تاخدي فيتامين دي في اي وقت، لكن الاوقات اللي افضل انك انت ما تخرجي فيها عشان ما تتعرضي للاشعة الفوق بنفسجية اللي تحرق الجلد وكذا. يعطيك العافية دكتورة. سؤال الاخونا ابراهيم بيقول ما هي الاعراض النفسية لنقص فيتامين الحديد واعراض الشيخوخة، وهل بالامكان علاجها، وكيف بالامكان تعويض النقص في الوزن؟ النقص في الوزن؟ طيب. نعم. نرتب السؤال أول. طيب. شيء أول حاجة عن الأعراض النفسية لنقص فيتامين الحديد. الحديد ما هو فيتامين، الحديد معدن. الأعراض أيوة. النفسية. نعم. أيوة. الوهن. التعب.
الإرهاق، الدوخة، الغثيان، عدم الرغبة في الأكل، عدم وجودها هذه الأعراض النفسية بس في معدن الحديد. أيوة. طيب. نعم. صعوبة في الاستغراق في النوم، يعني يكون النوم كده سطحي، ما هو ما هو عميق. نعم. هذه بس النفسي، غير في أعراض تانية جسدية. أيوة. طيب. وتكملة السؤال. الشيخوخة هل بالإمكان علاجها؟ الأعراض اللي اللي عنده أعراض شيخوخة وقبل العمر. صح. أعراض الشيخوخة. نعم. طبعاً. في الفترة اللي. طبعًا. بس أرجع لعاداتك الصحية. نعم. وأنت ترجع بإذن الله. وبرضو كمان في منتجات تتوصف لعمر معين تخليك تقدر ترجع هرمون النمو تدريجيا. نعم. وتعويض اللي هو النقص هذا الوزن، هل بالإمكان هذا التعويض؟ تعويض نقص الوزن بالتغذية. نعم. السليمة. أكيد. نعم. طيب في سؤال هنا كذلك من لولو، تقول عندي أنيميا منجلية ودائما أعاني من آلام في جسمي، ألام مستمرة وأوقات دوخة وصداع وأرق، واستمريت على فيتامين دال لفترة كبيرة، بعدها وقفت الفيتامين وإلى الآن الألم مستمر. الألم يعني هذا غير اللي بيجي كل شهر نوبة الأنيميا، وكمان عندي الأعصاب بيدي تعبانة. سلامتك، ألف سلامة أول حاجة أقول لك. وتاني حاجة، أنت تحتاج تتابع مع طبيب أمراض دم عشان يتابع حالتك، وكون انك انت كنت تاخذي فيتامينز واستفدتي منها، انا ماني شايف انه منطق تسيبيها. نعم. فبرضو هذه الحاله تحتاج طبيب عنده تحاليلها وعنده ملفها وقاعد تابعها كشيء خاص. هذه ما هي نصيحه عامه اقدر انصحها والكل يسمعها والكل يستفيد منها. نعم. هذه حاله خاصه. الله يعطيك العافيه استاذه ناديه، جدا جدا نفتينا خاصه في الموضوع جدا الشيق عن تأثير الفيتامينات والأملاح المعدنية على صحتنا النفسية والعقلية والمزاجية. الله يسعدك إن شاء الله. Thank you. الله يسلمك. شكرا للأستاذة نادية، شكرا أخصائية علاج نفسي، وشكرا لكم كذلك مستمعينا على جميل متابعتكم ومشاركتكم. تحية مني أنا عادل برباع من كنترول زميلي عصام صوفي. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.